وبسبب علاقتي بحول الشباب اخترت اني ساهاجر الى اليمن حتى احصل في عمل 2008. معتقل اوروبي في سجون الحوثيين يحكي قصه 3 سنوات من التعذيب. جاء 3 عسكري علشان ياخذوني من غرفتي، اخذوني بقوه. اصلا معي اسمى 7 اشخاص الذين ماتوا داخل من اقومي، 3 منهم ماتوا مباشر بالتعذيب. الأول واحد اللي لازم أتكلم عنه هذا المواطن الأمريكي جون هامين. توثيق بالأسماء لمعتقلين يمنيين وأجانب توفوا تحت التعذيب في السجون الحوثية. عندما سامح لي أتصل بأمي استخدمت الفرصة أنهم لا يفهمون الكلام اللي يتكلم مع أمي، وبأمي أنا أرسلت رسالة للسفارة الأمريكية في المجر أن الشخص اللي مات في اليمن هو مات بقتل ومش بانتحار. المدير الصليب الأحمر سجنوه، مدير الصليب الأحمر كان جالس بيننا. غوثيون إرهابيون لا يعرفون قانون. اليمن جريء، اليمن كلها في سجن، الشعب اليمني كلها محبوس. الفنان والمهندس المجري عبد الحكيم فارس يحكي قصة 3 سنوات في سجون الميليشيا في لقاء خاص.